أرد أسألك اليوم كم وزير من وجهة نظرك يستحق التبديل؟ يعني أنا المعلومات اللي عندي مثل ما قلت لك، يعني أحد المستشارين قال 90% هو غير مقتنع بهم رئيس الوزراء. 90% من الوزراء زي. وإحنا إذا أريد نشوفهم هسه شنو المنجز؟ بس أنت أريد أسألك عن رأيك الشخصي. أي رأيي الشخصي إنه للأسف الشديد إحنا غالبية الوزراء اللي عندنا لا يستحقون، لكن بالنتيجة أنا أقول من هم الذي أوصلهم إلى هذا الموضوع؟ القوى السياسية. يعني لا تحملوا رئيس الوزراء لوحده مسؤولية. لا لا مو على القوى السياسية. راح أحمل الوزير. كم وزير من وجهة نظرك أخفق أقلها هسه في الأشهر الماضية؟ إذا الوزير سمحوا له بأن أيضا يحدد القيادات العليا بوزارته، يعني بس احنا بعض الوزراء التقيناهم قال أنا عندي وكيل وزير ما يخليني أشتغل، عندي مدير عام ما يخليني أشتغل.